السلام عليكم ورحمه الله وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو هذا في صحه جيده. كاينين شي تحضيرات للرمضان، كاين شي تخمال الدار. اليوم انا جيت نعطيكم شويه الطاقه الايجابيه. كاينين شي تحضيرات، كاين شي سلو، شي صفوف، كاينه شي حداقه ولا والو. نتمنى ان شاء الله الله يدخل عليكم ان شاء الله هاد سيدنا رمضان بالصحه والسلامه والعافيه وطولة العمر ان شاء الله، والله يرفع علينا هاد الوباء البنات، الله يرفع علينا هاد الوباء ونرجعوا لحياتنا العاديه يا ربي. وهنا كما كتشوفوا اختكم اليوم صابحه على الحداقه على الشقه. شوفوا هاد الزاد الرابطه تقولوا غادي يهربوا. المهم انا كما كتشوفوا البنات درت واحد الغلط اللي هو كبير كبير كبير. المهم الواحد ما كيكونش عارف اول مره صراحه، يعني كنفرش هذا الصالون هذا وما كنتش عارفه صراحه اصلا هذه الطريقه هذه، حتى قالت لي واحد السيده وعجبتني الفكره وقلت شوف، يعني كنت عارفها قبل، كون درتها انني يعني هذا بحال دابا ولاو كيلمطوا، يعني بحال هذا الغطاء اللي دايره هنا البونجا بحال هكا ولاو كيديروا التلميطه ديال الفراش، يعني كتلمطي كله كديري ليه السنسله من التحت، ماشي بالضروره ديري مثلا نفس التوب ديال التلميطه مثلا باش يطلع لك، غادي يطلع لك غالي. لتحت كتقولي للخياط يعني يدير لك غير توب رخيص باش يكمل لك الدوره ديال البونجا ويدير لك السنسله هكا، يعني ما كتمحنيش في التلميط كل مره تبقاي تلمطي كيبقى مجبد، ومنها كيجي زوين حتى في الشكل ديالو، عوض رابطينو دايرين عوض ديروا ليه الطريقه اللي كنا كنديروا من قديم. ايوا الواحد ما كيكونش عارف. المهم انا قلتها لكم باش ما ديروش نفس الغلط ديالي. وهنا كما كتشوفوا لقيت واحد الحريره تحت سداري، شوفوا هاد الديفتر شحال قلبنا عليه الدنيا ديال ولدي كيقرا فيه ديال المات، شحال وانا كان المهم قلبنا عليه الدنيا ما لقيناش، هو راه طايح ورا سداري. الملوانات شوفوا هنايا الكارطا، واحد البوند ديال بنتي حتى هو في مغابر. هنا بحكم يعني بنتي كدير اللايف هنا يعني في الصباح مع هاد الحجر الصحي، يعني ما كيمشيوش للمدرسه كدير اللايف. ايوا ما نعاودش ليكم الوراق كلشي داكشي اللي كطيح كيمشي ليا تحت السداري. ايوا الحمد لله. المهم هادشي باش مزيان حتى التخمال مره الواحد يخمل. شوف واحد التيليكوموند هي كنا قالبين عليها الدنيا تقريبا جايه لواحد 6 شهور باش مودر علينا. اليوم عاد لقيتها واحد الطوموبيل تاهي ديال ولدي. ايوا هادشي علاش مزيان الواحد مره هكا يسوس القناص ويقلب شويه الدنيا هكا نيت اللي مودره لكم تلقاوها. ايوا قلت اليوم قلت نحيد ليا العكاز ونوض نسوس عليا هاد الصالون هذا اللي صراحه شحال وانا باغا نسوسو صراحه توسخ، يعني توسخ نيت ديال بصح. كلشي كيمشي لي تحت السدابر الغبابر. المهم قلت اليوم لا بدا نجمع الوقفه ونوض نحيد ليا العكاز ونحيد عليا هاد الشقيه اللي صراحه كتبقى ملي كتكون هكا تابعاكم شي حاجه كتبقى عليكم بحال شي حمل ثقيل، وانا عدويا نشوف الدار موسخه. المهم كما كتشوفوا هنايا هنا بحكم عندي الصالون كبير كنحيد جهه بجهه، هنا كما كتشوفين حيدت صندوق، حيدت السداري، حيدت هاد الجهه بداية الاولى، كنضرب بالشطابه يعني كنحيد داكشي الغليظ اللي شتو قبيله طايح الوراق وداكشي الغليظ، وعاد كنعاود نضرب سبيراتور باش نحيد الغبره نيت مزيان. وهنا نيت فوق الباتيسكوبا كتكون يعني كتكون حيت للغبره هنا من الفوق، عوض ضربيها بالشطابه اللي كتزيدي تنوضي الغبره وتغير توسخي الدنيا. من الاحسن الواحد يضربها هكا بسبيراتور صراحه كتمص نيت مزيان للغبره. وصافي هادشي اللي كاين، وهانتوما معايا في الفيديو اليوم نعطيكم شويه الحماس شويه الطاقه الايجابيه باش حتى اللي عندها شي عندها شي روينه تنوض جبدها. وراكم عارفين حنا دابا مقبلين اصلا على سيدنا رمضان، وراكم حنا اصلا في العادات ديالنا، يعني ملي كيقربوا هكا الاعياد ولا كيقرب الشهر شهر رمضان مزيان هكا الواحد ينقي ويجبد بنادم يجبد داك الركاني وينقي ويسوس ويقاد باش ان شاء الله الدار كتكون نقيه. وراكم عارفين الواحد كيكون مع الصيام يعني ما كتقدري لا تسوسي لا تجمعي لا حتى حاجه، يعني جهدك كديري الشقه العاديه هكا ديال كل يوم الروتين العادي ديال الروتين اليومي. اللي عنده الشركاني مسخين نوض جبدهم. وهادشي اللي كاين. المهم كما كتشوفوا انا جففت هنا كما كتشوفوا، راه كنت قلت لكم حتى اخر مره كنجفف كيعجبني نجفف بمارسيليا صراحه كيخرج الزليج كيبري. وواحد المتتبعه كانت كتبت لي لا اختي كيخلي الزفوره
بالعكس انا صراحه كتعجبني ريحه مارسيليا وما كيخليش ليا نهائيا الزفوره. تقريبا ربما خاصك غير تغسلي مزيان الجفاف، خاص يكون مغسول مزيان. انا ملي كنسالي دائما من الجفاف كنغسلو مزيان هكا بشويه ديال الجافيل والصابون وكننشرو باش كتحيد منه كاع ديك، يعني باش ما يبقى السرد وكتولي فيه بحال الغموله. ملي كتجي تجفي بي واخا ديري يعني ديري اي معطر هكا ولا المهم لا اي ريحه ديال الجفاف كتبقى لك واحد الريحه خايبه مزفره من بعد. هذاك الشيء علاش دائما ملي الواحد يكمل هكا بالجفاف يغسلو مزيان ويعلقو هكا باش ينشف، باش ما ينشفش يعني فيه ما تخليوش هكا سارد وكينشف كتنشف فيه واحد الغموله وصافي. انا كما كتشوفوا هنا انا كنخوي دابا في هاد في الوسيد عدويا نخوي هاد هادو ما عرف شنو كيسميوهم، المهم هاد الترومبياج ولا ما عرف شنو كيسميوهم. دائما كنصدق مشرقه شي وحده وهنا كنخوي في الوسيد. صراحه هاد الجوايات ديال الوسيد البنات كينفعوا بزاف، زوينين صراحه زوينين كينفعوا، يعني مسهلين الامر هكا. يعني كتخوي بحال هكا الوساده كتصبني، يعني كتصبني هكا الغشيان صافي كترجعيهم بسهوله. وخليكم معايا ان شاء الله في اخر الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم واحد العصير اللي كيجي زوين من العصيرات المفضلين عندي. كاين واحد العصير اللي كيجي واعر وكيعطي واحد الطاقه للجسم. وبما ان شاء الله نيت مقبلين على سيدنا رمضان وراكم عارفين يعني ضروري ما كنبغيو هكا نوعوا في العصيرات في سيدنا رمضان. المهم هذا واحد العصير اللي كيجي زوين وكيعطينا واحد الطاقه يعني للجسم ديالنا وفيه حوايج اللي هما مفيدين. ودابا كما كتشوفوا من بعد ما جفيت هاد البارتي هذه اللي كتشوفوا على ايديكم اليمنى صافي، هنا غادي نمسح الطبيلات هادو. الطبيلات الصراحه البنات كرفسوا لي عليهم الدراري مع كما قلت لكم يعني كيديروا هنا اللايف. كتبوا لي فوق الطبله خاصني ضروري ولا بدا القلم هكا شي حل او نغلفهم الفوق صراحه بداو يعني تكرفسوا لي عليهم. وشرطوهم ليا يعني خصني نلقى لهم شي حل نغطيهم قبل ما يعني تكرفسوني ديال بصح. وهنا غادي نجبد دابا هاد الجهه الاخرى من بعد ما كملت الجهه الاخرى غادي نجبد دابا هادي غادي نجفف. المهم غادي نجفف هاد الجهه الاخرى حتى هي وها نتوما معايا. وصافي حبيباتي هنا كما كتشوفوا يعني من بعد ما جفيت ونقيت كل شيء والله صراحه كترتاحي ملي كتحيدي عليك شي قنت اللي كيكون عليك بحال شي ثقله. والله يعني ارتاحيت واخا يعني باقي ما كملتهاش، باقي خصني نصبر ليها الفراش وعندي واحد المشكل يعني خسرت ليا لافاتريش. كانت عندي لافاتريش صراحه كتهز ليا حتى الماط ديال 9 كيلو وخسرت ليا دابا مديباني غير بواحد الوحده صغيره ديال 7 كيلو. يعني غادي نضطر نخرجهم لافاتريش ديال برا ونصبنهم في لافاتريش ديال برا. وهذا الشيء اللي كاين. المهم بعد اهم حاجه انني بدا سست صاله ونقيتها وارتاحيت صراحه، يعني بقى لي غير الفراش ان شاء الله حتى نلمطها. وهنا كما كتشوفوا ما كتصلح ملي كتكون الروينه وكيكون الشقه ما كتصلح غير مريقه يعني ما كتشد لا يد لا والو. هنا رديت قبيله رديت هذه المريقه. المهم خليت الدجاج ملي درت الخضره درت الدجاج من الفوق راكم عارفين الدجاج ديال الفوق دغيا كيطيب. المهم هنا بالنسبه للعصير البنات غنحتاج واحد لافوكا. هذا العصير البنات كيجي غزال. المهم هذا من العصيرات المفضلين عندي. هنا غنحتاج واحد لافوكا من طبيعه الحال تكون ماتوره هكا تكون شويه طايبه باش يجيكم العصير زوين. وواحد البنانة. وهنا عندي الكركاع عندي التمر وعندي هنا شويه ديال الزبيب. غندير شويه ديال الزبيب وتقدروا تزيدوا حتى اللوز الا كان عندكم حتى هو كيجي زوين صافي. هنا غادي نبدا هانتوما البنات. بالنسبه لهاد الجلده هاد الجلفه هادي اللي كتبقى ديال لافوكا ما تلوحوهاش، يعني فيها منافع كثيره حكوها الوجوه ديالكم راه زوينه بالخصوص اللي عندها البشره ناشفه هكا جافه
راه زوينه بزاف هاد هاد القشره ديال لافوكا، عوض غير تلوحوها على الاقل استافدوا منها، ديروها المهم ديروها لوجهكم، حكوها مزيان في وجهكم بحال شكل ماسك، وخلى واحد شويه حتى كيكره، وبداو ديروا بحال شكل مقشع، يعني بداو ديروها هكا بيديكم بحال شكل مساج حتى كتحيد لكم وغسل وجهكم. هذا البنات راه فن، يعني ما تلوحوهاش، استعملوها. فين هي المعلقه؟ وماشي حتى بالنسبه للبشره البنات، حتى بالنسبه للشعر اللي بغات ديروها هكا ماسك، عرفتوا البنات زوين. انا كنديرونيش مع البنان، كناخذ البنان ولافوكا وكنشدهم كنطحنهم مزيان، كنحكهم عفوا ماشي كنطحنهم، كنحكهم فواحد الحتاكه وكنزيد عليهم زيت العود او اي زيوت عندكم بغيتو تضيفوهم، حتى زيت الكوك، زيت ارغان، وكنشدهم كنخلط هاد المكونات كاملين بثلاثه، وكنديرهم لشعري وكندير واحد السلوفان على شعري وكنخليهم واحد المده. ما تصوروش البنات من اول استعمال كيبان لكم الفرق. بالنسبه اللي عندها الزغبه هكا ناشفه، وماشي بالضروره تكون ناشفه، يعني حتى اللي عندها هكا شعرها وبغات تغدي، يعني بغات يعني تعطيها هكا بعد منافع، هذه راه زوينه هاد الوصفه هذه. صافي هنا غادي ندير الكركاع، غادي ندير عيني ميزاني، مهم حسب الكميه اللي عندكم توفره. وهذا العصير هذا كيعطي واحد الطاقه للجسم ديالنا، كيف ما كتشوف يعني فيه التمر، فيه الزبيب، فيه الكركاع، يعني كلشي مفيد، بالخصوص هكا لا صايبتو وشربتو كاس ديال كاس هكا ديال الصباح، كيعطيكم واحد الطاقه للجسم. المهم البنات بالنسبه للسكر، ديروا يعني عينكم ميزانكم، انا صراحه ما كنديرش نهائيا سكر اصلا، ديجا فيه الزبيب حلو، فيه التمر حلو، انا الصراحه يعني كنخليه هكا، واللي بغى دير السكر دير عينه ميزان، على حسب نتوما وشنو كتبغيو. صافي هنا درت غير واحد شويه ديال الحليب حتى كنطحن داكشي مزيان مزيان وكيتطحن ليا مزيان، وعاد كنزيد عاد كنزيد الحليب وكنعاود نطحن. وهذا الشيء اللي كاين البنات، هذه هي الغديوه ديالي، وهذا هو العصير اللي شاركت معكم، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ويكون عطاكم واحد شويه طاقه ايجابيه. ونتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، ولا كانت كتعجبكم القناه ديالي نتمنى ان شاء الله تبارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوا، المهم مع الحباب والصحاب، ونتمنى ان شاء الله هكا تعم الفائده. وكيف العاده البنات خليت لكم الراحه، ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذا العصير، كيجي غزال وكيجي خاسر كيجي زوين، نتمنى ان شاء الله تجربوه. وكيف العاده البنات خليت لكم الراحه ومع السلامه.